بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. الحلقة 42 بعد 100. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء وعضو هيئة كبار العلماء. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بالشيخ صالح ونشكر له تفضله بإجابة الأخوة المستمعين، فأهلا وسهلا. حياكم الله. نعود مع مطلع هذه الحلقة إلى رسالة وصلت إلى البرنامج من القصيم، وباعثتها إحدى أخواتنا من هناك، تقول صاد عين نون. أختنا عرضنا جمعا من أسئلتها في حلقة مضت، وفي هذا اللقاء تسأل فضيلتكم وتقول: لدي قيمة ذهب تصل إلى 1800 ريال، فهل فيها زكاة وما مقدارها، مع أنني لا أستعمل ذلك الذهب وتمر السنين وأنا لا ألبسه، جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. إنه إذا بلغ الذهب مقدار النصاب وهو 20 مثقالا، وبالجنيه السعودي 13.5 جنيه، فإنه تجب فيه الزكاة. إذا كان متخذا للقنية فإنه تجب فيه الزكاة لإجماع أهل العلم، لأنه مال زكوي وقد أعد للقنية والتمول لا لللباس والزينة، ففيه الزكاة من غير خلاف. ومقدار الزكاة ربع العشر، ونعيد النصاب بالجنيه السعودي، فنقول إذا بلغ 11 جنيها ونصف الجنيه فإنه يبلغ النصاب، 11 جنيها ونصف الجنيه يبلغ النصاب وفيه الزكاة كما سبق. وما زاد فهو بحسابه. ما ذكرته السائلة من أنه مر عليها سنين وهي محتفظة بهذا الذهب ولم تؤدي زكاته وهو يبلغ النصاب، فإنها قد أخطأت في ذلك، ويجب عليها أن تحصي السنين وأن تخرج زكاتها، لأنها دين في ذمتها. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تقول: في إحدى السنوات الماضية قمت بأداء فريضة الحج، وعندما وصلنا الميقات قال لنا أحد الرجال أحرموا، ولم يبين لنا كيف طريقة الإحرام، فأحرمنا حسب معرفتنا، لكن لا زالت تلك الحادثة تتكرر في ذهني، إذ أني لا أعلم كيفية الإحرام الصحيحة، وجهوني إليها، جزاكم الله خيرا. كيفية الإحرام الصحيحة أن تنوي الدخول في النسك، تنوي الدخول في النسك، ويكون ذلك عند الميقات الذي يمر به من يريد الحج أو العمرة، وهي المواقيت التي حددها رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة والحليفة، ولأهل المغرب ومصر والشام الجحفة، ولأهل اليمن ينملم، ولأهل نجد قرن المنازل أو السير الكبير، ولأهل العراق ومن جاء عن طريقهم ذات عرق. فإذا مر بهذه المواقيت أو حاذاها من البر أو من البحر أو من الجو، فإنه يجب عليه أن يحرم، وإذا كان يريد الحج أو العمرة، بأن ينوي الدخول في النسك ويمتنع عن محظورات الإحرام، يمتنع عن محظورات الإحرام حتى يكمل نسكه. ويستحب أن يسبق الإحرام أشياء تهيئ أهل الإحرام، منها الاغتسال جميع البدن وإزالة الوسخ والعرق، تنظف، ومنها إذا كان يحتاج إلى أخذ شيء من شاربه أو من أظفاره أو من آباطه أو من عانته، أن يأخذ شيئا منها من أجل أن لا تطول عليه المدة وهو محرم فيتأذى بهذه الأشياء إذا طالت، وكذلك يتعاهد هذه الأشياء وينظفها كما جاء ذلك في الأحرام
الأحاديث من آخر هذه الأشياء وأن ذلك من خصال الفطرة، وكذلك يسبق الإحرام أنه يطيب بدنه بما تيسر من أنواع الطيب في رأسه وفي بدنه، يتناول شيئا من الطيب يطيب به رائحته. هذه مقدمات للإحرام وليست بواجبة، إنما الواجب نية الدخول في النسك، كما ينوي المصلي الدخول في الصلاة بتكبيرة الإحرام والنية، كذلك المحرم ينوي الدخول في النسك ثم يلبي ويتجنب محظورات الإحرام كما ذكرنا. هذا هو الإحرام المطلوب من المسلم، إذا كنتم فعلتم هذا فقد أحرمتم والحمد لله. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تحت تأثير الجهل شيخ صالح، ربما المحرم لا ينتبه لهذه الأشياء بل يكتفي بالغسل ويتجه حينئذ إلى الحرم، هل إحرامه صحيح؟ عمرته؟ حجه؟ نعم، هو قد نوى، إذا فعل هذا نعم فإنه قد نوى الإحرام، لأنه ما اتجه إلى الحرم ومر بالميقات متجها إلى الحرم وتجنب محظورات الإحرام إلا وهو قاصد للإحرام. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. مستمع من وادي الدواسر رمز إلى اسمه بالحروف عين عين، يسأل ويقول: هل مبادلة أو شراء 10 ريالات أوراق ب9 ريالات معدنية يدخل في الربا أم لا؟ وهل على المشتري ذنب أم على البائع؟ ألا والله أنه يدخل في الربا، لأنه قد اتحد الجنس وهو الريال السعودي، كله يسمى ريالا سعوديا، واختلاف المادة من ورق إلى معدن لا يؤثر، العبرة بالاعتبار، وقد اعتبر ريالا سعوديا تصدره دولة واحدة فهو متحد الجنس، وإذا اتحد الجنس بين النقدين وجبت المساواة، التفاضل يعد من الربا ويأثم به الدافع والآخذ. نعم. فضيلة الشيخ، إذا كنت في أثناء صلاتي مع الإمام أي في الركعة الثالثة، فركع الإمام وأنا لم أتم قراءة الفاتحة، رفع الإمام من الركوع ثم ركعت بعدما رفع الإمام، فهل تعتبر ركعتي صحيحة أم لا؟ وماذا أفعل؟ يحفظكم الله. ركعتك غير صحيحة لأنها قد فاتت، إذا رفع الإمام رأسه من الركوع وأنت لم تركع فقد فاتتك الركعة، والواجب عليك أن تركع مع الإمام ولو لم تكمل الفاتحة، إذا ركع الإمام وجب عليك أن تركع مع من تركع معه ولو لم تكمل الفاتحة، لأنها تسقط عنك في هذه الحالة. نعم. أخت لنا من مهد الذهب بعثت برسالة ورمزت لاسمها بالحروف نون راي، تسأل وتقول: ما حكم قص الشعر إذا الحاجب للزينة عند النساء وعدم تبيينها للرجال؟ لا يجوز قص الشعر، إن كان تقصد شعر الرأس فإنه لا يجوز قصه إلا عند الحاجة، كان يثقل عليها وتصعب عليها مؤونته تحتاج إلى تخفيفه، أما قصه من أجل التشبه أو من أجل التزين هذا لا يجوز، لأنه لا زينة في قص الشعر، وإنما قص الشعر يكون من التشويه، والجمال في بقاء الشعر المنظم الذي يصلح بالطرق المعروفة هذا هو الجمال، وأما قص الحاجبين أو أخذ شيء منهما فهذا كبيرة من كبائر الذنوب، لأنه النمص الذي لعن النبي صلى الله عليه وسلم من فعلته بنفسها أو بواسطة غيرها، وأما أخذ شعر الوجه فإذا كان مشوها وخارجا عن العادة فإنها تأخذه، وأما إذا كان عاديا فالأولى تركه لما في ذلك من الخلاف، من العلماء من يعتبر أخذ شعر الوجه من النمص، ومنهم من يرخص في ذلك، فإذا كان ماشيا أو جاريا على العادة وليس فيه تشويه فالأولى تركه عدم التعرض له خروجا من الخلاف. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تسأل أختنا عن حكم صبغ الشعر أي تغيير لونه من أسود إلى أشقر أو أحمر. صبغ الشعر وتغيير لونه إنما ورد في تغيير الشيء، قال صلى الله عليه وسلم: غيروا هذا الشيء وجنبوه السواد، الذي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بتغييره هو الشيء، أما الشعر غير الشيء فإن كان مشوها وخارجا عن المألوف فلا بأس بتغييره بما يتناسب من الألوان، وأما إن كان شعرا ليس مشوها وهو على العادة فلا يجوز تغييره لما في ذلك من العبث والتكلف وربما التشبه بالكافرات، لأن بعض النساء المسلمات إذا رأت صور الكافرات في التلفزيون أو في بعض المسلسلات تحاول أن تحاكي شعورهن ورؤوسهن، هذا يكون من التشبه الممقوت، فالحاصل أن تغيير الشعر لون الشعر العادي
إلى لون آخر وهو ليس فيه تشويه وليس فيه شيء أن هذا من العبث، والأولى تجنب هذه الأمور. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تسأل عن الغش في الامتحان، هل هو جائز؟ الغش لا يجوز من المسلم لا في الامتحان ولا في المعاملات ولا في أي شيء. قال صلى الله عليه وسلم: من غشنا فليس منا. والمسلم يجب أن يتحلى بالأمانة وأن يتحلى بالأخلاق الفاضلة، يتجنب الخيانة. والغش في الامتحانات أشد ضررا من غيره لما يترتب عليه من الإضرار بالآخرين الذين لم يغشوا، يتقدم عليهم هذا الشخص الذي غش، ولما فيه من التغرير بالمسؤولين بحيث يعتبرون هذا الغاش قد نجح وقد أكمل الدراسة على المطلوب ويمنحونه شهادة غير صحيحة. هذا يترتب عليه مضار. أولا أن هذا الغاش يتربى على الغش والخيانة ويتساهل في الغش، أي تساهل الغش في الامتحانات تساهل في غيره لأنه قد ألفه. ثانيا فيه تغرير بالمسؤولين، ثالثا فيه إضرار بالآخرين بحيث أن هذا الغاش قد يتقدم عليهم في النجاح والترتيب أو في المسابقات في الوظائف أو غير ذلك. رابعا أنه قد يولى عملا من أعمال المسلمين بناء على هذه الشهادة وهي غير صحيحة، فيحصل الضرر للمسلمين بذلك. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم، هل النقش بالحنة محرم سواء كان في الرجل أم في اليد؟ بالنسبة للمرأة ليس بمحرم، ولكن لا تظهره لا تظهره أمام الرجال الذين ليسوا من محارمها. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. من الزلفي المستمع عبد الله بن أحمد بعث يسأل ويقول: إذا دخلت المسجد وبقيت واقفا إما لاستماع محاضرة أو غيره ولم أجلس، فهل أكون قد عصيت الرسول صلى الله عليه وسلم حينما قال: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين؟ لا تعتبر عاصيا للرسول صلى الله عليه وسلم في ذلك لأنك لم تجلس، ولكن الأولى بك والأحسن أن تصلي ركعتين وتجلس، ولا تشق على نفسك في الوقوف وتحرم نفسك من أجل الصلاة والامتثال لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. الأولى بك أن تصلي ركعتين وتجلس وتستمع إلى الذكر والفائدة، فيحصل لك مصالح: أولا أجر الصلاة، ثانيا الراحة في بدنك والطمأنينة لأن الجالس مرتاح، وثالثا وقد تكون هذه هي الأولى العمل بالسنة بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم وإحياؤها. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. من حائل رسالة بعث بها المستمع عين عين سين غين الشمري يسأل ويقول: هل الوسوسة في الصلاة تعتبر من الشيطان، وما هو العلاج لذلك؟ جزاكم الله خيرا. لا شك أن الوسوسة من الشيطان، والعلاج لها أن تقبل بقلبك على صلاتي وأن تستحضر عظمة الله سبحانه وتعالى وأن تستعيذ بالله من الشيطان الرجيم وتقطع الوساوس والأفكار ولا تلتفت إليها ولا تتجارى معها، بل ترفضها وتتركها وتقبل على صلاتك. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا رسالة بعث بها أحد الإخوة يقول: إنني أحيانا أذهب مع أهل زوجي كأخواته، ويبدو أن الرسالة من إحدى المجتمعات، إلى خارج البلدة التي أنا مقيما فيها، حيث أنني مقيمة في مكة المكرمة أذهب معهم إلى الطائف أو إلى جدة للنزهة ولزيارة الأقارب، هل يعتبر سفري هذا محرم جزاكم الله خيرا، إذ أنه لا يوجد معي محرم إلا أهل زوجي كما قلت؟ المسافة من مكة إلى الطائف مسافة قصر، يجب مصاحبة المحرم فيها، ولا يجوز لك السفر إلى من مكة إلى الطائف أو العكس بدون محرم. قوله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يومين إلا ومعها ذو محرم. ولا شك أن بين مكة والطائف مسيرة يومين للراحلة. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. أخت لنا من مكة المكرمة تقول: أم عبد الرحمن تسأل وتقول: زوجي إنسان ملتزم ولله الحمد، وكان يقوم الليل ويصلي، ولكن فجأة ترك قيام الليل، وأريد منكم أن تفيدوني إذا كان هناك أسباب شرعية، إذ أنه سأل
فقيل له إن سبب ذلك كثرة ذنوبك إذ حالت بينك وبين قيام الليل. وجهونا جزاكم الله خيرا. لا شك أن ترك قيام الليل أنه خسارة في ميزان المسلم، فينبغي للمسلم أن يحافظ على ما يتيسر من قيام الليل ولو كان قليلا، بل يكون له حظ من قيام الليل، خصوصا إذا كان قد اعتاده، فإنه إذا تركه فإنه يكون قد خسر خسارة كبيرة. فأسباب ترك قيام الليل كثيرة، منها الكسل، أن الإنسان يكسل ويطاوع نفسه، لا شك أن نفسه تأمره بالراحة والبقاء في الفراش، خصوصا إذا كان في زمن الشتاء والبرد أو في الصيف مع قصر الليل حاجته للنوم. النفس تحتاج إلى مجاهدة. قد وصف الله المؤمنين بقوله تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. لا بد من مجاهدة النفس حتى تصبر وتتعود على ذلك. ومن ذلك من أعظم ما يثبط عن قيام الليل الشيطان، فإن الشيطان يثبط ابن آدم عن قيام الليل ويقول له ارقد عليك ليل طويل. ولما أبلغ النبي صلى الله عليه وسلم عن رجل أنه لا يقوم من الليل قال صلى الله عليه وسلم ذاك قد بال الشيطان في أذنه. الشيطان هو أعظم مثبط عن قيام الليل لما يعلم من مصلحة المسلم في قيام الليل، وهو يريد أن يحرمه من تلك المصلحة العظيمة. وثالثا ما ذكره السائل من الذنوب والمعاصي خصوصا أكل الحرام، فإن هذا يثبط عن قيام الليل، لأن السيئات يجر بعضها بعضا وتكسر عن الطاعات. فالواجب على المسلم أن لا يحرم نفسه من العمل الصالح، فإنه ليس له ما ينجيه يوم القيامة إلا عمله الصالح، وليس له رأس مال يخرج به من هذه الدنيا إلا عمله الصالح. وكيف يفرط بهذا ويتبارى مع الكسل شهوة النفس وطاعة الشيطان وهو يريد النجاة لنفسه؟ نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا رسالة بعث بها أحد الإخوة يقول: مصطفى السيد إبراهيم يسأل ويقول لي زوجتان، كيف أعدل بينهما وخاصة أن إحداهما لها 6 أولاد والأخرى لها ولد واحد، والأولى متعلمة تعليما عاليا وتحفظ نصف القرآن، والأخرى أمية وإلى الآن أعلمها كيفية الصلاة، جزاكم الله خيرا. يجب العدل بين الزوجات بما يستطيع الإنسان العدل فيه، وهو الإنفاق والسكنة والكسوة والمبيت. يجب عليه أن يعدل في هذه الأمور وأن لا يحيف مع إحدى زوجاته وينقص الأخرى حقها، ولا اعتبار بكون هذه متعلمة والأخرى غير متعلمة، أو أن هذه لها أولاد كثيرون والأخرى ليس لها أولاد وليس لها إلا ولد واحد. كل هذا لا اعتبار له، ولا يسقط التسوية في الحقوق بين الزوجات، والعدل بينهن. قد جاء في الحديث: من كانت له زوجتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل. والله تعالى إنما أباح التعدد بشرط القيام بالعدل. قال سبحانه وتعالى: أنكحوا ما طاب لكم من النساء 2 و3 و4 إن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول: أشارك شخصا ما في سيارة أجرة بنسبة السدس الربح والخسارة، وذلك لمدة 2 فقط، وتنتهي الشركة بيننا، وقد دفعت له قيمة هذا السدس على أن يرده كما هو بدون زيادة ولا نقصان بعد انتهاء هذين 2، هل هذا يعتبر من الربا وما الدليل؟ نعم، المشاركة في السيارات أو في غيرها بجزء من المحصول، جزء مشاع من المحصول من ربح التجارة أو من كسب السيارات أو غيرها من المؤجرات، كل هذا جائز والحمد لله، ولكن لا يشترط مقدارا معينا من الدراهم، وإنما يكون الاشتراك بجزء مشاع كالربع والنصف والعشر والخمس، بحيث يتساوى الجميع في الزيادة والنقص. لو حصلت زيادة كل يأخذ نصيبه منها، لو حصل نقص يكون على الجميع. أما أن يحدد مبلغا معينا فهذا لا يجوز.
الوجود. كذلك إذا شرط أن يرد عليه رأس ماله من غير نقص فهذا شرط لا يجوز ويبطل الشركة، لأنه ربما تصاب الشركة بإفلاس فيذهب رأس المال أو يذهب بعضه، فهو معرض للخسارة والربح، معرض للتلف. فإذا تلف من غير تفريط من العامل فإنه لا ضمان عليه، إنما يضمن لو فرط وكان التلف بسببه، سبب تفريط. اشتراط أن يرجع رأس المال مطلقا سواء ربح أو لم يربح هذا شرط باطل. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هل ينطبق على الصبي والبنت الذين لم يبلغا الحلم إذا أراد القيام بحج أو عمرة أحكام الحج والعمرة من إحرام ومحظورات الإحرام؟ جزاكم الله خيرا. نعم، ينطبق أحكام الإحرام وتجنب محظورات الإحرام على الصغير والكبير، ويجب على الصغير أن ينوي الإحرام كما يجب على الكبير إذا كان يعقل النية، أما إذا كان دون التمييز ولا يعقل النية فإنه ينوي عنه وليه ويجنبه محظورات الإحرام ويفعل به المناسك من طواف وسعي ووقوف بعرفة ومبيت بمزدلفة ومبيت بمنى، ويرمي عنه الجمار إذا كان لا يستطيع. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم شيخ صالح. في الختام أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة الأخوة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير. مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء وعضو هيئة كبار العلماء. شكرا للشيخ صالح، وأنتم يا مستمعي الكرام شكرا لحسن متابعتكم، ونحن نرحب برسائلكم على عنوان البرنامج: المملكة العربية السعودية، الرياض، الإذاعة، برنامج نور على الدرب. مرة أخرى شكرا.